بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم، وهو المسارعة إلى العمل الصالح وانتهاز الفرص. والناس في هذا الباب طرائق شتى، كما أخبر الله جل وعلا، قال سبحانه: إن سعيكم لشتى. فمن الناس من يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ليل نهار. جاء في سيرة نبي الله إدريس عليه الصلاة والسلام أن الملائكة كانت تعجب منه، يرفع لإدريس وحده من الأعمال الصالحة ما يرفع لأهل الأرض كلهم من أهل زمانه، يرفع لإدريس وحده من الأعمال الصالحة ما يرفع لأهل زمانه كلهم. فكانت الملائكة تغبط إدريس على هذا العمل. ومن تأمل سير الأخيار وطرائق الأبرار وجد أنه كم من عمل صالح أو قول يغبط المؤمن وأخاه عليه. من ذلك الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه رضي الله عنه وأرضاه في حادثة الإفك، والمتهمة بالإفك هي ابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم. كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه على سقف بيته يقرأ القرآن، فيسمع بكاء ابنته عائشة في أيام شهر الأسى قبل أن ينزل القرآن ببراءتها، يسمع بكاء عائشة وبكاء أمها أم رومان، وهو رضي الله عنه وأرضاه على سطح المنزل يقرأ القرآن، فتذرف عيناه ويبكي ويقول: والله أمر ما رمينا به في جاهلية ولا إسلام. ومع ذلك يمكث شهرا كاملا يستحيي رضي الله عنه وأرضاه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه في الأمر، رغم أن الشأن شأن ابنته رضي الله عنها وعن أبويها. فهذا عمل صالح قد لا يخطر على بال أحد. وكذلك أنت أيها المؤمن في طريقك إلى الله، لا تدعن عملا تستطيع أن تعمله تعرف أن فيه رضوان الرب جل وعلا إلا أن تصنعه. قد تخرج من مسجد أو من مكتبة أو من مكان موسوم بالإيمان، فتجد رجلا يبيع المسواك، وعندك في بيتك منها ما يغني أمة، لكنك تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فتشتريه أملا أن تنال رضوان الله جل وعلا بريال أو ريالين اشتريت بهما مسواك. وليس المقصود ضرب الأمثال، وإنما المقصود تنبيه الناس. ألا ترى إلى نبي الله يونس لما وضع في بطن الحوت وكان في الظلمات الثلاث، ثم حرك أطرافه فوجدها تتحرك، فعلم من ذاته أنه حي، فأسمعه الله جل وعلا تسبيح الحصى والثرى لرب السماوات العلى، فبادر عليه السلام يتخذ في ذلك المكان عملا صالحا فسجد. وورد أنه قال: اللهم إنني اتخذت لك مسجدا في مكان ما أظن أن أحدا عبدك فيه. وكم لله جل وعلا في الأرض يغلب على الظن أن أحدا لم يعبد الله جل وعلا فيها، فإن أوتيتها اختيارا أو اضطرارا فلا تنسى أن تعبد الله جل وعلا فيها، تدخر فيها لنفسك عملا صالح. قال لي أحد الفضلاء يوما وهو يريد أن يعمل ما يسمى بالأشعة المقطعية، وهم يضعونه في أشبه التابوت في داخل الجهاز ليمكث 45 دقيقة، قال لي: يا أبا هاشم أوصني قبل أن أدخل، هو يخشى أن تطفأ الكهرباء فيموت. قلت له: إن استطعت أن تصلي في هذا المكان ركعتين ولو أنت مستلق فافعل، فإنني لا أظن أحدا عبد الله في مثل هذا المكان. الغاية من هذه النصيحة لي ولكم أن يأتي الإنسان إلى موضع يغلب على الظن أنه لم يسجد لله جل وعلا فيه، ويكون قد دخله كما قلت اختيارا أو اضطرارا، فيتذكر قول الله جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فيدخر لنفسه عملا صالحا يخلص لله فيه النية، عل الله جل وعلا أن يتقبل منه هذا العمل يوم يلقاه. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: إن الله أخفى اثنتين في اثنتين، أخفى أولياءه في عباده،
فلا تدري في من تلقاه أيهم ولي لله وأخفى رضوانه في طاعته، فلا تدري أي طاعة لك أطعت الله بها كانت سببا في رضوان الله جل وعلا عنك. فلا تحقرن من الأعمال الصالحة شيئا، وقد يعظم العمل بإخلاص النية.